يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الاثنين نهارا طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، فيما يسود ليلا طقس مائل للحرارة رطب على أغلب الأنحاء مع النشاط لرياح معتدلة تنشط أحيانا على المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية على فترات متقطعة. وفيما يلي مشاهدينا بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا الاثنين، نبدأها من القاهرة. القاهرة العظمى 36، الصغرى 26، الإسكندرية 32-22، مطروح 31-23، بورسعيد 34-26، والإسماعيلية 38-24. نذهب إلى السويس. السويس العظمى 37، الصغرى 23، العريش 34-23، طابة 35-24، شرم الشيخ 38-28، والغردقة 39-27. ونذهب إلى الأقصر. الأقصر العظمى 41، الصغرى 27، أسوان 42-28، الوادي الجديد 39-25، شلاتين 37-27، وأخيرا حلايب 35-28. والآن نستعرض معكم مشاهدينا بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا الاثنين في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.